افترض واحد مثل هالزمن العقارات غالية، واحد 20 سنة يجمع بيشتري أرض، اشترى أرض، و20 سنة قروض وسلف عشان يبنيها، بنى أرض، انتهت، سكن فيها أول يوم، يوم ثاني جاء واحد رسول من الإمام، تفضل، قال ترى الإمام يقول لك الأرض هذه مغصوبة، اطلع منها، مغصوبة قبل 300 سنة، اطلع منها. تطلع، هنا يجي الاختبار، هنا يجي الاختبار والتسليم للإمام. في شاهد في حياة الإمام الصادق عليه السلام، الإمام جاءه ذلك الخراساني فقال له: يا سيدي، لك في خراسان جنود مجندة، لك جيش بالآلاف، 300 ألف. الإمام قال له: يا خراساني، أنا إمامك؟ قال: إيه. قال: هل ترى هذا التنور المسجى فيه نار؟ قال: إيه. قال: اجلس عليه. قال: سيدي، تريد إحراقي؟ تريد تحرقني؟ قال: لا، آمرك بذلك. رفض الخراسان. دخل واحد ثاني من أصحاب الأئمة عليهم السلام، قال له: يا فلان، بعد السلام، يا فلان اجلس في التنور. مباشرة دخل في التنور بلا نقاش. قال: والله لو كان فيكم 40 مثل هذا لما حل لي البقاء، لا يحل لي القعود، لكنت أول من خرج، لكن 300 ألف تعال غربلهم وانفضهم، كم يبقى فيهم؟ ما يبقى أقل من 40.